السلام عليكم أصدقائي، أريد فقط أن أخبركم بأنه سوف تجدون بالقناة العديد من الفيديوهات تم إقفالها. لماذا؟ لأننا عثرنا على الكثير من الفيديوهات فيها الكوبي رايت أو الفيديوهات فيها حقوق الطبع والنشر بالنسبة للموسيقى. والغريب في الأمر أن هذه الفيديوهات لم يكن فيها حقوق الطبع والنشر بالنسبة للموسيقى، ولكن في هذه الأواخر أصبحنا وجدنا العديد من الفيديوهات أصبحت فيها الكوبي رايت، وهذا شيء غريب جدا. لذلك تم إقفال الكثير من الفيديوهات في القناة ويتم صيانتها واحد تلو الآخر. طبيعة الحال سيتم فتح هذه الفيديوهات بعد أن تتم إزالة الكوبي رايت أو حقوق الطبع والنشر عن هذه الفيديوهات، لأنها تسبب مشاكل حقيقية، وقد يتم إغلاق القناة قريبا إذا لم نقم بهذا الأمر. هذا كل شيء، وتحياتي أصدقاؤنا.